هل يوجد يعني مثلا في المدرسة أنت كأستاذ يعني تربية بدنية، يوجد يعني أولياء جو يعني للإدارة وداروا إعفاء بدون يعني شهادة طبية؟ صح، من في المدرسة تاعي ما كانش لي جا مثال حط مثال قال نعفي تلميذ تاعي من الممارسة. صح، عندي مثال راح نوجه النقطة هذه بعد. نعم، سرتو الأولياء المثال يعرفوا الولاد تاعهم عنده مرض يعني معين، عنده بالحاجة ما يقدرلاش، أنه يتوجه للمدرسة ويعلمهم بالحاجة هذيك. علاه؟ الطفل راح يكون مثال بحاجة، يكون راح يكون مريض، راح يكون مش راح يجي يقول لك. علاه؟ يشوف أصدقائه ولا زملاء تاعه يلعب وأنت ماكش عارف باللي الطفل هذاك عنده مرض معين ولا حاجة. نعم، ممكن راح تصرى إصابة، ممكن راح تجرى لك حاجة وانت مش عارف. بصح احنا ماذا بيا من المنبر هذا يعني نوجه الأولياء انهم يتوجهوا للمؤسسة. قال مثال التلميذ تاعي عنده مرض فلاني، قال مثال كي يتوجه للمؤسسة يخبر، كي يخبر المدير يجي يخبر، كي يقول لك مثال التلميذ الفلاني عنده، قال لها وش عنده وش عنده، قال عارف كيش تعامل معاه. نعم،